ولكن نصيحة، الناس لا يتعانقون طويلا. أحب المعانقة. لدي مشاعر إنسان، لكنني لا أبدو إنسانا. سأبدأ بالتحول. بابس، وقت تمثيل العشاء. حاضر أم الألي. ما أظرف جامبول، رائع، مضحك وذكي ودقيق، شاب لطيف. الجميع يحبوني هنا. ها، ربما نسيت الأرقام ثانية. دائما لدي وسائلي الخاصة. وتنجح دائما. أين أغراضي؟ أنت يا صاحبي تعرف القوانين، برجر واحد لكل طالب. إذن أعطني برجري. العب غيرها، أكلت حصتك قبل قليل. تفضل عزيزي، إنها ساخنة. هذا غريب فعلا، ما الحكاية اليوم؟ لا بني، لحظة، مع من تتحدث يا ترى؟ أين كنت تخفي كل هذه المشاعر والظرافة والذكاء جامبول؟ ماذا؟ اقترب. باي جامبول. سأراك في المساء قشطة. ماذا؟ قشطة؟ قشطة؟ هل جننت يا أستاذ؟ سمحت لك باستخدام صوتي ولكن ليس سرقة حياتي. لكن هذا التطور طبيعي للمعادلة، استخدام، نسخ، استبدال. ولكن أعطني سبباً واحداً يمنعني من ضربك الآن، غير أنك من حديد طبعاً. ببساطة لأنني أنت. ولكن ماذا تقصد يا مجنون؟ أعرف كل شيء عنك، كيف تمشي، كيف تتكلم، كيف تتصرف. أنا هو أنت، ولكن أحسن. في القرية مكان لجامبول واحد فقط وهو أنا. اسمع بابرت، لن تكذب على الجميع. سنتقابل إذن. ولمعلوماتك فقط، دمك ثقيل مثل معدنك. قطعة إلكترونية غبية تحاول تقليدي، ولكن من يظن نفسه؟ أنا الأصلي. ها؟ ماذا يحدث الآن؟ لا أصدق. علاماتك ممتازة يا شاطر، كيف تحسنت جامبول؟ كأنك نسخة محسنة عنك. أنت فخر أبناء عائلتنا يا طفلي. لا. نحبك يا جامبول. أنا جامبول الحقيقي. وهناك فقط جامبول واحد وهو أنا. داروين ساعدني. أي منكما هو الحقيقي؟ ابحث عن الآلي وستعرف. حسنا. لما فعلت هذا؟ أنت أخبرتني. أخبرتك أن تضرب الآلي. وكيف لي أن أميز الآلي بينكما؟ بابرت، لم أعد أحتمل، علينا إعادة تشغيلك. أرجوك دعني أخبرك شيئا قبل ذلك. قلبي سيتقطع علي. هيا تفضل وكل. تشغيل برنامج الدفاع الذاتي. ريتشارد، كيف حال الأولاد؟ أنا مشغول. ريتشارد، اطمئن عليهم. كيف أنتم يا أولاد؟ نحن بخير. نعم، إنهم بخير. اسمعني داروين، أخرج وشتت انتباهه وسأحاول إعادة تشغيله. حسناً جامبول. هاي باب. ما شعورك وأنت ممرغ بالوحل يا آلي النحس؟